أتا يساد يناير يلدي تبورثي وسقاس يناير الناغ ذا نصلي كارزن سلاغة نخامن ذ سبعي سوفار جيمنسي ولكن اليوم ما ناش رايحين ديرو سكسوك سبعي سوفار باسكو درناه العام اللي فات في الموسم اللي فات وكان أكثر من رائع. اليوم حنسحبكم معايا التي بازا لعند أحلى ناس لعند صديقتي إيمان باش نحضروا الكوارتي حرشيوين وصفة من الطراز الرفيع. جوزوا للمطبخ باش المطبخ تاع حبيبتي بيان سور باش ندو كامل التفاصيل. الطبخ تاعنا غني بزاف بزاف فيه تشكيله تاع الخضار اكثر من رائعه. نبداو بالحشاوش، عندنا مزيج بين الحشيش مقطفه والمعدنوس، عندنا الكرافس، عندنا العشبه واللي هي الاساس واسمها تمر صاد، وعندنا الفليو، وعندنا النعناع. هادو كامل اعشاب حيكونوا اضافه مهوله. عندنا الفول هكذا شمخناه ليله من قبل، وعندنا لهنا النعناع اليابس معناتها فيها الطازج وفيها النعناع اليابس ولكن غير الورق. كاع الاعشاب والحشاوش اللي حندوهم ندو غير الورق. وعندنا هنا الزعتر، وعندنا هاد الخضر. وفي اصل الوصفه الخضر ما كانش، ولكن ربات البيوت بالقفازه تاعهم داروا هاد الخضره باش يزكوا الطبق ويزيدوا طلعوا القيمه الغذائيه. زروديه، كابويا، قرعه، بصل، ومازال عندنا الله يبارك كاس كيما راكم تشوفوا تاع زيت زيتون. وعندنا هنا الدقيق، هنا لا غوس معناتها يجي فوق المتوسط. التوابل عندنا تشكيله اكثر من رائعه، وفي الوصفه الاصليه كانا ما كانش كامل هذه التوابل، ولكن هادو هما الفحلات ديما يحطوا البصمه تاعهم. هنا عندنا حبه الحلاوه، شويه تاع سكنجبير، الكركم، شويه تاع البابريكا، ما مليح بيزيد شويه تاع البابريكا حاره يقدر، وعندنا غير شويه تاع الشحمه تحبوا ترابيوها تحبوا تجوزوها في الاشواغ باش نخبوها، الملح، وشويه تاع الهريسه. دوكا مباشرة باش نحضروا الكور احرشاون. الكورات هادوك اللي الله يبارك كلهم طاقة الخضرة اللي هدرنا عليها، عندنا زرودية سكرفجناها، البصل مسكرفج، القرعة، الكابويا، حشيش مقطفة، نعناع، فليو، وتيمرسات. وهنايا بيان سور دوك صديقتي راهي رايحة تحكم، هذا الزعتر اليابس فيه زريعة البسباس، وفي التوابل كاين حبة الحلاوة، والنعناع اليابس دوك تشوفوا كيفاش تحكوا بين يديها. وضفنا إضافة على التوابل اللي قلناهم شوية تاع الكمون وكانا سنينات تاع التوم. بسم الله، فوالا بسم الله. هنا الدقيق هذاك لاغروس ولكن ماشي تاع قلب اللوز، يكون رقيق على تاع قلب اللوز وفوق المتوسط. وهنا الزعتر مع النعناع اليابس باش يخرجوا نسماتهم، وكاين معاهم مام زريعه البسباس، وزريعه البسباس مع حبه الحلاوه هي اضافه، يعني في الوصفه الاصليه ما كانش. هذا شغل تيكربابين تاع المنطقه تاع القبائل. فوالا زيت زيتون بسو به، والماء اللي حتطلقوا الخضار اللي قطعناها ونبداو نحكوا بيدينا هو اللي حيلم هاد الكرات. نقدروا اذا تعترنا وما تلمناش نضيفوا غير قطرات من الماء. شويه السميد، نضيفوا السميد، كميه الخضار الله يبارك كثيره، ندخلوا لي زيبيس. هادوما قد ما حديروا هاد الكور هادوما صدقوني تاع الماء وتاع كيبرد هكذا الحال وقيمه غذائيه رهيبه. فوالا معناتها غير ديروا بسخاء. نجربو، مازال خاصنا شويه سميد ما استعملنا ولا نقطع ماء والو، غير هذيك الزيت والسوائل اللي كاينين داخل الخضار الله يبارك. وقد ما كانوا الحشاوش طازجه قد ما فيهم الماء. ما شاء الله الريحه راهي معبقه باش نتفاهموا، الريحه رائعه. بسم الله، هلا تري بيان. والحجم اختياري، اللي حبيت يديرهم كبار اللي حبيت يديرهم صغار، كاين اللي يعمل لهم ثقب تجويف. هلا ايه سينو غير كور. تري
تري بيان. وهاد الكوار الناس اللي تحب دير مشاريع في المناطق تاع شرشال والمناطق تاع سيبازا، نساء الماكيتات في البيت يديروا كرات ويحطوهم في ورق الالومنيوم ويبيعوا تالمو، يعني هي ماشي خدمه متعوبه، ولكن كاين سيدات عاملات وبلد المدارس اكزاكتومون يحضروا لهم هاد الكوار، هي عباره عن كوار تاع طاقه. هذه هي دوكا نجوزوا المرحله تاع المرق، ولا قبل نكوروهم نحطوهم في الارض. هذه هي نديروا الكوار تاعنا ونحطوهم كامل في تبيسي. الكوار تاعنا راهم في القصعه دوك نجوزوا ليهم، والقدر تاعنا رانا حنحطوا فيه هدا حبر بالعالمين حبيبه تاع البصل سكر في جناها. عندنا هنا الكابويا مقطعه مكعبات شويه ملحمين، وعندنا هذاك الكرافس الورق درناه يا اخي كيما شفتوا معانا، وعندنا تشكيله تاع توابل رائعه كيما هنايا في الكرات نسينا ما حطيناش في الكحل حنحطوه، ولا هنا في المرق شويه تاع الكركم باش ندوا لون مذهب، شويه تاع العكري فلفل الكحل وشويه تاع الملح. وكي نقلوا كامل المواد تاعنا ونمرقوا رانا رايحين نضيفوا شويه تاع الفول اليابس هكذا باش يطيب لنا زبده، وبيان سور نزيدوا شويه تاع الطماطم المصبره هنا باش ندوا لون مذهب مزيج بين الكركم والطوماطيش حيعطي لنا لون رائع. حنا استعملنا الفول اليابس، ولكن يقدر يكون بكل بساطه شويه تاع العدس، معناتها اي نشويات من البقوليات نقدروا نضيفوها وحتكون فايده على فايده. الكره تاعنا سخنت الله الله، نقولوا بسم الله ونديروا شويه تاع الزيت باش نقلوا هذاك البصل تاعنا مع الكرافس والكابويا. نحطوا التوابل ديالنا بيان سور، ونخلوا النسمات تاعهم تطلع، وبيان سور الملح اكيد، ونديروا غير شويه تاع الطماطم المصبره. علاش؟ لاننا درنا الكركم ومع الكابويا راهي اورانج باش ندوا لون مذهب ما يكونش حمر. نضيفوا الفول ديالنا راهم شم قليله من قبل، والنوعيه تاعو يعني تسخوني رائعه، ونمرقوا ديما ديما بالماء سخون. الناس اللي عندها بولوار الله يبارك، سينو كيما درنا حنا الماء بديه يسخن والقدره راهي تتقلى. نمرقوا غير بجهد ما يطيب لنا الفول، ونطفوا نغلقوا عليها بيان سور، ونخلوها على نار قليله. عاودنا ولينا للقصعه، صدقوني النسمات رهيبه. نقولوا بسم الله ونديروا الكور تاعنا. لي كابيل عندهم تيكربابين، والجوايه تاع تيبازا عندهم واسمهم احرشاون، الكور احرشاون. فوالا كاين وصفه اخرى اسمها الكوري غيزن، ايه المره الجايه ان شاء الله نديروها. فوالا زمان الشتا كيكون البصل الخضر الورق هذاك الرقبي الله الله، فوالا اوليو سميد الحرش نحتاجو للرطب نديرو عجنه المسمن ولا عجنه المعارك ايه ولا الحاجب ايه، ونفس الشيء يكون المرق يا اما فول ولا عدس ايه، ونخدموهم نخدمو كيما المحاجب، وشويه يكون فيه عده طبقات. المحاجب يكون فيه طبقه واحده، هذا لا لا يكون فيه خمسه حتى ست طبقات، بين كل طبقه وطبقه تاع عجين رقيق إيه؟ مدلوك بيان لا فخس هذيك تاع البصل الاخضر بالشحمه وتتفور انديفيديوال بالحبه فوق المارق تاع العدس ولا الفول. الله يبارك وتتسقى، يقولوا له الكوري غيزن. الله يبارك الكوري حشاون، والاخر يقولوا له الكوري غيزن. وكنت قلتي لي ايمان معلومه اكثر من رائعه، وانا شحال نحب هذه المعلومات. قلتي لي باللي المراه الفحله غير بالبقايا واش عندها في الثلاجه ماشي شرط تقيد بوش قعد لنا، واش ما عندها حبه حبه شويه تاع السميد تفرح وتدخل البهجة لأفراد الأسرة تاعها في الزمان البرد، عندها شوية عدس في المارق، عندها شوية فول، وش ما عندها حاضر في البيت. هذه هي معناتها كاين لاغاتاتوي الفرنسية، وكاين لاطايلة الإسبانية، وكاين إحرشاون تاع جويهنا تاع تيبازا. هذه هي كي ما يكونش عندها وش كاين تشوف وش عندها في الثلاجة، خضر حبة بصل دير المارق يكون عندها، ونقدروا نستبدلوا هذا سميد الحرش بالتشيشه إيه؟ ولا الفريك يقولها الفريك، نقدروا نستبدلوها بسميد تاع القمح ولا تاع الشعير، يعني الاختيار يكون لربة البيت. وخضر تقدر ديرها غير بالنعناع اليابس والزعتر، يعني بعض الحشاوش يكونوا في الدار وتسلك راسها هذا، والبنة ما نحكي لكش. ما أنني معك، والنسمات نسمات رهيبة، والدواء زعتر وحبة الحلاوة ما يهلكش والو ما يهلكش ما يدورش على القلب،
ونقول لك احنا عندنا بعض الناس عندنا في المنطقه يشربوا بحليب صباح. الله يبارك. لا انا اصدق لانه كوجي بونور والله معناتها يحكموها بارده تكون بقات نكونوا درناه في الليل يبقى حبه زوج هو جينا غنمو ما يبقاش حبه زوج ينوضوا يصبحوا عليه يرفد وحده يخدم صباح بكري الزوج ولا الاخ ولا خدمته متعوبه وبعيد يرفد حبه يديها معاه exactly. كي تحق العشاء الحداش يدير كاس اتاي ولا كاس حليب ويجوز بيها وياكلها وتشد على القلب. الله يبارك. وما ما تديرش لي غاز ما تديرش لي ستوما انا الزوج تاعي ما كانش ياكلهم دوكا عاد مدمن. الله يبارك ما شاء الله. معناتها احنا درنا الكور تاعنا والمرقه راهي بدات تتبخ نروحوا نحطوهم في الكسكاس ونخلوهم يفوروا شحال المده؟ مده 20 الى نص ساعه. سامح 20 دقيقه الى نص ساعه. نغلات كما راكو تشوفوا مباشره نحطوا الكرات تاعنا هكذاك الله الله ما راهمش رايحين ياخذوا اكثر من 30 دقيقه جازوا 25 دقيقه نرفدوا لغطا بيان سور تاع القدر تاعنا ونقدروا نفاقدوهم اذا طابوا لنا بيان سور ناخذوا هكذا غير حبيبه ونشوفوا بسم الله اوب اه مازالهم غير هكاك 5 دقائق هكذا نلحقوا 30 دقيقه يكونوا طيبين 100%. المرقه تاعنا راهي تنفنف ايمان نحات شويه من الكابويه ولبزتها غير بالفرشيطه باش ننتقلوا المرق كيما تقدروا هاد المرقه كيما راهي وبالخضره اللي كانت فيها تميكسيوها تدوا ملمس الحرير ولكن انا حبيتها تكون هكذا بالفول مدشش ليجيرمون بشويه تاع الكابويه مريقة موزونة من كل شيء واللون هذا اللي كنت نحكي لكم لون مذهب مزيج بين العكري والكركم. باش نحضروا الشربات تاعنا عندنا السكر تقريبا 5 مغارف وعندنا لهنايا شوية تاع لافاني باتاغون تاع القارص باش تعطينا اللون يعني اختياري وسكر فجنة زوج حبيبات تاع القارص وعندنا القارص هنايا راهم كاينين 3 حبات مع اضافة بيان سور الحليب اللي يلبا ادوسيغ لوغو تاع الشربات وينحي هذاك لوغو اسيدولي اللي الناس بزاف ما تقدرش عليه ونسمو بمغرفة تاع ماء الزهر. في البلندر نحط نقول بسم الله القارص عندي سكر 5 مغارف عندي عطر الليمون باتاغون ندير قانا الماء الزهر هكذايا وندير الماء نقدروا نروحوا حتى الريتلا يا جماعة الخير نضرب وفي الاخير نضيف الحليب هكذا باش ما يروبلناش ونزيد نضرب النتيجة تاعو شوفوا ليا كيفاش راهي تشهي نجي ونضيف حاجة نسيتها واللي هو مبشور ليمون. اليوم صادفتنا إيمان صديقتي في منزل تاعها وكانت استضافة 5 نجوم حضرت لنا الكور إي حرشاون سيسا جاو من أروع ما يكون طبق أنا عندي ملكي طبق 5 نجوم كما راكو تشوفوا الدغيساج كيفاش ينتكلوا إيمان تحطي انديفيديوال لاصوص وحدها تقدري تاكليهم وحدهم وترطبيهم بالمرق قلنا يقدر يكون عدس يقدر يكون فول ماذا بينا ما نشمخوهمش كامل باسكو الا فاتوا تشمخوا ما تقدريش تعاودي تسخنيهم يعني ماذا بينا نخلوهم هكذا ناشفين واللي ياكل يسر بيقيسو برك لاصوص فوالا الله يبارك ما شاء الله طبق غير كثروا منه باش تذوقوا جيرانكم باش تفرحوا مالين الدار ودرت لنا معاه بيان سور شويه تاع الحميص دو كوتي ويا سلام على هذيك الشربات البساطه هي اللي تصنع الاشياء الجميله شوفوا كيفاش جات موزونه من كل شيء هكذا تفرحوا الزوج تفرحوا دريريات طلعوا المغال ورانا في الموسم اللي بداو الحوامض يقدر يكون عصير برتقال وعلى شلاله طبق تاع اليوم ايمان كان رائع حبينا الحضور تاعك نتمناه وان شاء الله بكل قوه نزيدو نديرو وصفات معا وكنا درنا قانا اذا راكو شايفين طعيمه تاع شرشال كانت بالبلوط يا جماعه
حتى الدوك مازال الرائحة تاعها مازالني شافية عليها. نتمنى طبقت عنها اليوم تحضروه، ورانا رايحين نحضروه كاملين بقوة في بيوتنا في هذا الموسم البارد. ونتمنى تخلونا ان جولي كومونتير الايمان بيان سور هكا باش تشجعوها تزيد تعطينا افكارها، وهي مدرسة يعني بكل صراحة. اطبقها عسل وبنان، وانا ديما نكون مصرة انه الناس اللي كيما هي يبانوا معنا في القناة. نتمنى عجبتكم الفكرة، نتمنى تجربوها وتردوا علينا بالخبر. في الأخير ما تنساوش تنضموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندنا، والسلام عليكم. بسم الله.